منزل هنا هاز الامور ومادت واتصلوا بالسفاره نتاعهم قالوا لهم تنسحبوا باش توقعهم في ورطه وستتوقف الاذاعه والتلفزه الى الابد. في نظرهم لابد من ان يكونوا والا ستتوقف الاذاعه، ولم تتوقف لا الاذاعه ولا التلفزه بفضل الله ثم بفضل جنود جيش التحرير الوطني اللي كانوا حراس وكانوا ايضا في الحدود الجزائريه المغربيه في الاذاعه السريه. الاذاعه والتلفزه لم تتوقف ولا لحظه واحده. لو لم نستعرض الاذاعه والتلفزيون الجزائري في سنه 62 هل يمكن ان نبلغ رساله الجزائر للشعب الجزائري؟ انا اعطيك مثال، لماذا صوت الجزائر نجح؟ صوت الجزائر عيسى بن سعودي رحمه الله وزميل على كل حال كنا ندرس مع بعض في تونس، والدكتور الاخ الامين بشيشي مازال حي زميلي ايضا كنا في تونس مع بعض، لماذا نجح؟ هو الذي يمس عواطف الشعب الجزائري في 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 القضيه التي تسموها قضيه الثوره. هو المترجم الجندي في جبل بالرصاص ولكن الرصاصه الحقيقيه هي هذا الاعلام. هذا كل الشعب الجزائري ينتظر في هذه في هذا في هذا في, في صوت الجزائر. كل شعب الجزائري خوفية يروح حتى يتخبى في الغار باش يسمع صوت الجزائر. من الذي يبلغ الثورة لهذا الشعب الجزائري؟ وإخواننا في أول نوفمبر في بيان نوفمبر انتبهوا إلى هذا. العمل السياسي، العمل السياسي ماذا؟ لماذا أنشأت الثورة المحافظ منصب المحافظ السياسي في كل قسم سيكتور كما يسميه بالفرنساوية في محافظ سياسي. المحافظ السياسي هو لسان حال الثورة أثناء الحرب داخل الوطن، ولكن الإذاعة المحافظ السياسي ما يوصلش لكل الناس، لكن الإذاعة تصل إلى كل أذنين. وفي مطلع السبعينات عرفت هذه الفترة نهضة فكرية شاملة تبنت مثل الأخلاق والقيم منهاجا للازدهار والخروج من الأزمات التي تركها الاستعمار، وباتت الخطابات الدينية أولى البرامج التي بثت عبر الأثير في تلك الفترة، وكانت بمثابة السلاح الفتاك في حرب ضروس على مخلفات المستثمر وانعكاساته المشينة للشخصية الجزائرية وتخليص الفرد الجزائري من سياسة فرنسة العقول. وأذكر هنا كلمة الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله قالها في أول جمعة صلىها في مسجد كتشاوة. تعرفون أن الذي صلى أول جمعة بعد استعادة السيادة الوطنية في كتشاوة هو الشيخ البشير إبراهيم. قال: أيها الجزائريون، خطاب في خطبة الجمعة، لقد طردتم فرنسا من أرضكم ولكنها ما تزال في عقولكم وأفكاركم. أتمثله مرتقب العظمات تكاد تحتمل ظلالمه من مساء القرب وسهامة الفؤاد ونشاط الجوارح. أتمثله مقداما على العظائم في غير تهور، لحجاما عن الصغائر في غير جبن، مقدرا موقع الرجل قبل الخطو، زائدا أول الفكر آخر العمل. أتمثله واسع الوجود لا تقف أمامه الحدود، يرى كل عربي أخل له أخوة الدم، وكل مسلم له أخل له أخوة الدين، وكل بشر أخل له أخوة الإنسانية، ثم يعطي لكل أخوة حقها فضلا أو عدلا. إننا نريد منه أن يبقى دائما شبابا طموحا مقبلا على العلم ومستعدا في كل لحظة لأداء الواجب، شبابا عازما في تفكيره وحازما حتى في مشيته. الدكتور محمد الصغير العلام واحد من الذين قطعوا أشواطا كبيرة منذ الاستقلال مرافعا عن اللغة العربية والأصالة الجزائرية، واختار من منبر الإذاعة برامج دينية هادفة. الحقيقة أقحمت، لم أنا أكن اقتحمت، وإنما أقحمت بنظرا لمنصبي في وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية في عهد مولد قاسم رحمه الله. كان عندنا حديث اسبوعي يسمى حديث الحديث الديني في الاذاعه في القناه الجزائر في التلفزيون الجزائري، لم يكن هناك الا قناه واحده. ابتداء من سنه 70 كلفت بصفتي كمدير الشؤون الدينيه في وزاره التعليم الاصلي والشؤون الدينيه ان اذيع هذا الحديث اسبوعيا. الحديث الديني لكي يكون مقنعا لكي يكون مؤثرا يجب ان يزاحم او يمشي مع المجتمع.
لا أتكلمون عن القيامة في الحديث الديني، أتكلم عن الحساب والعقاب. لا، حادين عندنا مشاكل التنمية، عندنا مشاكل التسويق، عندنا مشاكل الأسعار، عندنا مشاكل الأمانة، عندنا مشاكل الإنتاج الجيد، عندنا مسائل كيف والكم. لماذا نستورد مثلا القمح؟ لماذا كنا نصدر القمح والآن نستورد القمح مثلا؟ الحديث الديني يجب أن يكون أحداث سياسية كانت تقع كثيرة في زماننا. في السبعينات كانت الحياة السياسية تغلي عندنا، ونحن كوزارة مسؤولون عن جانب مهم من جوانب المجتمع الجزائري والجانب الدين واللغة، فنحن كان لابد أن نسير هذه الأحداث. ولذا كانت الأحاديث الدينية حتى الانتخابات، أنا أظن تكلمت مرتين أو ثلاثة في كل انتخابات وأعطي رأيي ورأي الدين في هذه الانتخابات، في اختيار الناس، في مدى أهمية هذه المجالس التي ستنتخب إلى آخره. هذه الحاجة الدين لم يكن يعني وعظ وإرشاد، بين قوسين وعظ وإرشاد نتركه لخطبة الجمعة أو لحديث الصباح في الإذاعة. كان حديث صباح في الإذاعة كان يقدمه المرحوم الشيخ محمد كتو رحمه الله، وهو عالم جليل لا يعرفه كثير من الناس. هذا يقدم لكن نحن في الحديث الديني في التلفزيون لابد أن نهتم بمواضيع التي تهم المجتمع الجزائري. وفي الثمانينات توسعت الرؤى في عالم السمعية البصرية، وانتقلت من مرحلة ترسيخ مبادئ الإسلام والإصلاحات إلى مرحلة الانفتاح والانتعاش، وعيا بالدور الكبير الذي تؤديه وسائل الإعلام في خوض التحديات. وانتقلت مؤسسة أرتيا إلى مرحلة استقلالية الإذاعة عن التلفزيون في محطة جديدة من العمل الإعلامي. مساء الخير سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى موعد الثامنة. اليوم وفي ذكرى استرجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزة منذ 33 سنة، ننحني بكل خشوع وإجلال أمام أرواح كل الذين سقطوا شهداء الواجب، ونحيي كل العاملين والعاملات الذين يواصلون المسيرة بكل تحد مثل ما فعل الرعيل الأول في مثل هذا اليوم من عام 62. الرجال الذين حملوا المشعل يومها استطاعوا أن يقوموا بتحدي كبير، وبفضل الله تعالى استطاعوا أيضا أن يمرروا أن يعطوا المشعل لمن جاء بعدهم، ونحن أيضا نحمله، لا أقول بجدارة واستحقاق، ولكن أقول أننا نحمل هذا المشعل كأمانة ثقيلة فوق أعناقنا، بالإضافة إلى أننا سنحاول أو سنعمل على إعطائه لمن هو آت بعدنا من أجل الحفاظ على ثوابت وقيم هذا المجتمع وهذا الوطن. لا يسعنا إلا أن نتذكر ونترحم في آن واحد على شهداء الواجب الوطني، يعني شهداء المأساة الوطنية وشهداء المهنة خلال 40 سنة ولا 50 سنة من الأداء المهني، وكذلك حتى شهداء ثورة التحرير اللي ضحوا من أجل استرجاع هذه المؤسسات الثلاث وتصبح مؤسسات عاملة في الحقل الإعلامي، والمؤسسات الحامية والضامنة للهوية الوطنية. فإحنا جينا وحاولنا يعني ناخذوا منهم وباش نكملوا التحدي اللي هما رفعوه. وهذه كانت هي الرسالة في 62، وهي الرسالة التي نحن مطالبون بها اليوم. الفترة اللي كنت فيها كان الفيلم، كان يعني كانت حلوة تاعو الفيلم. الفيلم سيتي بروفيسيونال. Actuellement, c'est automatique. Il y a une nouvelle génération, c'est la technologie. علينا كجميع الصحفيين مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في ميدان السمع البصري. سأستغل الفرصة إن صح التعبير لوجه رسالة إلى الزملاء الصحفيين في الوطن، عبر الوطن، عبر مختلف الوسائط، مهما كان الوسيط الذي تعملون عليه، فالمهنة واحدة تعتمد فقط على التحلي بأخلاق المهنة أكثر من أخلاقيات. اليوم نحن محتاجين لأخلاق للحفاظ على هذا الوطن، للحفاظ على الموروث الذي تركه المجاهدين، للحفاظ على الموروث الذي تركه الإعلاميون المجاهدون في ثورة التحرير وفق ما جاء في ثورة نوفمبر. هذا ما نحن
فعلا محتاجون إليه. ألخص هذا التاريخ في جملة واحدة، فإنه تحدي رفعه الإعلاميون سابقا في سنة 1962، والتحدي متواصل من طرف الزملاء الإعلاميين. عبد الرحمن الجلالي، محمد كتو، أحمد حماني، وحديث الاثنين مع فضيلة الشيخ الإمام محمد الغزالي، كلها أسماء فد قدمت أعمالا جليلة وقيمة أشبعت بها فضول من أراد البصيرة واليقين، وكان للبرامج هاته أوفياء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. يقصد بليلة القدر الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، أعني بدأ نزوله، فإن الناس تقول نزل المطر في الظهيرة، يعنون بدأ نزول المطر. أما القرآن كله فنحن نعلم أنه ظل ينزل خلال 23 سنة. ما حكم الدين في زيارة المقابر للرجال والنساء؟ زيارة القبور في الجملة هي سنة نبوية. إذ قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. حديثنا هذه الليلة عن زكاة الفطر. فالزكاة من أركان الإسلام وفرائضه الواجبة وشعائره الجليلة. وفي نفس الفترة أي الثمانينات، اعتلت منابر الفكر الإسلامي بالجزائر العديد من أهل العلم والدين، أحيوا من خلالها ملتقيات فكرية في مناهج الدين وأصول الفقه والسنة النبوية. سيد الوزير، وزير الشؤون الدينية، رجال الدين والدولة، السادة الكرام والعلماء الأفاضل، الطالبون والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم كعلم هو البحث عن الحقائق والبرهان عليه، برهنة عليها تحصيل هذه المعلومات الموضوعية التي تكون موضوعية بالنسبة للجميع، لجميع البشر. والانتفاع بهذا العلم بتطبيقه واستغلاله شيء آخر. وأصبح للفقه الطابع المتميز، وهو ما يفتي به المفتي من تفكيره المجرد المستقل أمام العلوم والمعارف. أي وحدة قامت للمسلمين قبل اليوم؟ ألم تنبع الفتنة والشقاق بين المسلمين في اليوم الذي ودعوا فيه نبيهم، إذ اختلفوا في سقيفة بني ساعدة؟ ألم تتعمق هوة الشقاق فيما بينهم، إذ قامت الفتنة فيما بينهم عند مقتل عثمان؟ قد تأثرت الفلسفة الإسلامية إلى حد بعيد بالفلسفة اليونانية في بداية أمرها، واستفادت منها كثيرا، إلا أنها تميزت عنها في مسائل خاصة، وذلك بحكم الخلاف الموجود بين التراث اليوناني والمبادئ الإسلامية. وفي مطلع التسعينيات، أخذ التلفزيون حلة جديدة بإدخال الرقمنة على العمل الإعلامي والبث التلفزيوني، وبقي الفضاء الديني يرافق المشاهد دون انقطاع في صورة ملونة ومرقمنة وبرامج ثرية في محتواها، إلى أن نشأت قناة القرآن الكريم، خامسة التلفزيون المستقل. نرحب أسمائي حضراتكم إلى هذا الفضاء المباشر المسائي الذي نلقاكم من خلاله بإذن الله تعالى طيلة ساعة من الزمن. في التاريخ الجزائري علماء وفقهاء خدموا الدين والوطن، ساهموا في استنباط الفتوى في الكثير من القضايا المستحدثة. قناة القرآن الكريم كانت ولا زالت رائدة في تكريس الوسطية والاعتدال بوسائل حديثة تطبعها الرقمنة والاحترافية. يسهر على استمراريتها خلية نحل تكد وتجتهد، تضمن الخدمة من جهة بواسطة البرامج الخيرية والتعليمية المتنوعة وبرامج في الفقه والسنة دون الخروج عن خطها الافتتاحي التي من بنوده الأساسية تكريس السلم والأمن والأمان.